بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم كنوز بلدنا. أعزائي المشاهدين أصحابكم في هذه الحلقة إلى مزرعة كلية الزراعة بجامعة سوهاج لنرى ونشاهد معا التطورات التي تتم على قدم وساق في استخدام نقول الري بالتنقيط والري بالرش والعديد من الأساليب الحديثة للري والحفاظ على ترشيد استهلاك المياه بشكل عام في الزراعات المختلفة واستحداث الكثير من الأصناف في الزراعات المختلفة. تابعوا معنا هذه الحلقة من كنوز بلدنا. أعزائي المشاهدين والحديث عن مزارع كلية الزراعة بجامعة سوهاج يسعدنا لقاء المهندس إسماعيل أحمد إسماعيل مدير عام مزارع كلية الزراعة بجامعة سوهاج. أهلا وسهلا بك معنا باشمهندس. أهلا بك أستاذ محمد وأهلا بقناة طيبة شرفتونا وبنشكركم على تسليط الضوء على مجهود جامعة سوهاج. الله يخليك باشمهندس. يمكن إحنا بنتابع مع حضرتك دائما التطور اللي بيتم في مزارع كلية الزراعة وكل ما تتضمنه من أماكن بحثية ومن أماكن إنتاجية أيضا بتغذي المزارع الخاصة بالإنتاج الحيواني والإنتاج الداجيني بشكل عام. ادينا يعني فكرة في البداية عن مزارع كلية الزراعة وما تضمنته من محاصيل متعددة ومتنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة سوهاج وكلية الزراعة على وجه الحدود وتمتلك عدد من المزارع، ثلاث مزارع: مزرعة المقر الجديد اللي هي محل اللي احنا فيه حاليا ودي مساحتها حضرتك 200 فدان، ومزرعتين اخرتين في حي الكوثر، المزرعة البحرية 90 فدان والمزرعة القبلية 150 فدان. الاقسام المختلفة بالمزرعتين بتنقسم الى عدد من الاقسام المختلفة حسب طبيعة الدراسة وطبيعة الاحتياجات في الكلية. القسم الأول بالاستحواذ على المساحة الأكبر قسم البساتين، بيضم الفاكهة في مزرعة الكوامل حوالي خمسة أو المقر الجديد حوالي 85 فدان، في المزرعة الحي الكوثر 40 فدان و30 حوالي 70 فدان. بتشمل عدد مختلف من المحاصيل زي البرتقال واليوسفي والقرب فروت والزيتون والرمان، وفي زيتون وفي النخيل بأنواعه صنف السي وصنف البرحي، وفي محاصيل أخرى بتبقى مزروعة كعينات لتدريب الطلاب. ده بيستحوذ على مساحة حوالي 80 فدان أو 75 فدان في الثلاث مزارع، بيشمل قسم المحاصيل الحقلية على وحدة إنتاج التقاوي، دي حضرتك اللي بينتج منها التقاوي المعتمدة في القمح عموما. السنة دي زرعين جميزة 11 وسدس 12، ودي اللي حضرتك بتتعمل التقاوي المعتمدة اللي بياخدها المزارع السوهاجي لخدمة المجتمع السوهاجي. الجزء الثاني محاصيل الأعلاف الخضراء في المحاصيل الحقلية، وده حضرتك احنا السنة زرعين 28 فدان في الثلاث مزارع، فيهم جزء حوالي 8 فدادين لتغذية القطيع الجاموس في مزرعة المقر الجديد أو الماشية الكبيرة، وجزء تاني لتغذية الأغنام في مزرعة الكوثر. جزء العشرين فدان الباقية دي لخدمة المجتمع في حدود 20 فدان لتغذية بتتباع للمجتمع السوهاجي على وجه العموم. يعني القسم الثاني يعني في صوب كمان، يعني بالنسبه لما يتم زراعته داخل الصوب يعني في تطور وفي طبعا شيء مستمر. يعني الصوب حضرتك زي ما احنا زي ما كنا بتنتج المحاصيل في غير معادها عن طريق الغطاء اللي بيبقى راكب البلاستيكي.
بنزرع السنة دي زرعين الفلفل وزرعين الخيار صن فجين الاثنين. ده دول بيطبعوا قسم البساتين برضو. من ضمن القسم المحاصيل حضرتك زرعين السنة دي الأول مرة في مزرعة 93 زرعين الشعير. الشعير برضو تقوي أساس جبناه ونطلع إن شاء الله تقوي معتمدة في حالة أنه تتباع للمزارع اللي بيهتم بزراعة الشعير إن شاء الله. القسم الثاني اللي يتبع للبساتين حضرتك المشات، المزرعتين في مشتل تعليمي في مزرعة المقر الجديد اللي احنا فيها حاليا، وفي مشتل تعليمي تجاري في مزرعة المزرعة القبلية في حي الكوثر. دول بينتج برضو منهم عدد كبير خالص من النباتات الزينة اللي المختلفة الاستخدامات وفي الاحتياجات بتاعتها. القسم اللي بعد كده حضرتك يتبع في المزرعتين في الانتاج الحيواني. الانتاج الحيواني في مزرعة المقر الجديد في عدد 112 راس ماشية كبيرة، بالإضافة إلى عدد حوالي 180 أو 190 رأس أغنام في مزرعة الكوثر، بالإضافة إلى حوالي 30 من الماعز في مزرعة الكوثر. القسم الثاني للدواجن حضرتك في حوالي عندنا مزرعة السمان ومزرعة الفراخ البياض. الفراخ البياض 620 فرخة حاليا لسه بادئين بيها، وفي السمان في حوالي 400 زوج ديم السمان برضو بيتذبح من حاجات بتنزل المنفذ بتتجهز بتنزل مذبوحة. وفي حضرتك الأرانب في سلالتين أرانب في ألكسندريا، وفي سلالة اسمها في لاين، دول متاحين في حتى للبيع للجمهور متاح سلالات برضو. وفي حضرتك الحمام، في الحمام اللي هو الفرنسي أو اللحم اللي بيقولوا عليه، ده دي نظرة عامة عن الأجسام اللي هي تشملها الكلية يعني. أهمية هذه المزارع في إعداد كوادر من خريج كلية الزراعة بجامعة سوهاج يكونوا قادرين على خلق فرصة عمل ذاتية من إقامة مشروعات في نقول في المشاركة في نقول إعداد مزارع متخصصة في مثل هذه الأنواع المتعددة، وإضافة إليها العديد من الأشياء الأخرى التي تمكنهم من مواجهة ظروف الحياة المعيشية وعمل فرصة عمل أو خلق فرصة عمل دائمة لهم. هو حضرتك لابد، أنا أرى يعني أو شايف أني طالب كلية الزراعة لابد أنه يمر بهذه المراحل من إعدادات الأرض ومن التجهيز ومن التعرف على محاصيل مختلفة، سواء كان هو في أيا كان القسم اللي هو فيه، فبيحصل على كمية أو وقت جيد وكميات جيدة من التدريب في الأقسام المختلفة، سواء هو في البساتين، في المحاصيل الحقلية، في الدواجن، في الإنتاج الحيواني. فالحمد لله رب العالمين الجامعة بتدعم الكلية دعم جيد، بحيث أنه الأقسام دي متيسر فيها كل الإمكانيات التدريب، سواء في أي قسم الأقسام دي بيحصل عليها الطالب، ويبقى برضه هو اطلع على الحاجة دي قبل ما يطلع سوق العمل الخارجي يعني. نعم بشمهندس، احنا كنا بنتابع معاكم منذ فترة يعني كبيرة، من بداية نقول زرع شتلات النخيل وكل عدد كبير من الأنواع والفصائل الموجودة، قلنا ما تم على أرض الواقع في هذه الفترة بعد سنوات من البدء في هذه المزرعة والبدء في تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع هنا في مزرعة كلية الزراعة بجامعة سوهاج. نعم.
انا اذكر استاذ محمد حضرتك حضرت معانا، كنا خدنا منحه من التغيرات المناخيه في من النخيل البرحي، كان احنا ادخلنا النخيل البرحي المزرعه، وفي الحمد لله السنه اللي فاتت كميه من النخيل البرحي برضو بشرت في الانتاج، بالاضافه لاني برضو في اصناف اخرى زي السيوي، فهنا في المزرعه المقر الجديد في يعني يصل عدد الامهات بالاضافه للفسائل اللي تم زراعتها من الامهات دي من النخيل بصنفيه حوالي 600 نخله، بالإضافة لحوالي 200 أو 220 برضو نخلة سيوي في مزرعة الكوثر، والأصناف دي برضو أصناف جيدة وثمارها ممتازة وبيتم تسويق المنتج منها. نعم باشمهندس، النصيحة بتنصح بها أبنائك الطلاب بشكل عام من خريج كلية الزراعة حتى أن يكون هناك استفادة من كل هذه المشروعات في تنمية قدراتهم ومواهبهم وفي عمل المشروعات المتنوعة والمختلفة؟ النصيحة من مهندس زراعي أكبر أني لابد من الاهتمام، أن الطالب يهتم بالجزء العملي، ضروري الاهتمام بالجزء العملي عشان يفيده في الحياة العملية فيما بعد، لكن الدراسة الأكاديمية أو النظرية لوحدها ما لا تكفي ولا تخلق برضو طالب أو خريج قوي قادر على المنافسة في سوق العمل. نعم، احنا في نهايه لقاءنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس اسماعيل احمد اسماعيل مدير عام مزارع كليه الزراعه بجامعه السوهاج. شرفتونا يا استاذ محمد، اهلا بك واهلا بقناه طيبه. أعزائي المشاهدين، ومعنا في هذا اللقاء المهندس ياسر عبودي مدير مزرعة الكوامل بمحافظة سوهاج. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا يا أستاذ محمد وشرفتونا قناة طيبة. أهلا وسهلا بحضراتكم. الله يخليك. باشمهندس ادينا فكرة عن المشات الموجودة عموما ومزرعة الكوامل بشكل خاص وما تقدمه من الباحثين ومن الدارسين ومن أبناء نقول كلية الزراعة بجامعة سوهاج. تمام حضرتك، كلية الزراعة فيها حضرتك مشتلين، مشتل موجود بالمقر الجديد اللي هو في الكوامل ومشتل موجود بالكوثر. مشتل الكوثر ده مشتل تعليمي وبحثي وانتاجي، وهنا مشتل تعليمي اللي هو في الكوامل حضرتك. بس احنا حضرتك طبعا المشات فيها يعني تعتبر جميع انواع نباتات الزينه، من نباتات طبيه، نباتات عطريه، اشجار، شجيرات، متسلقات. طبعا حضرتك المشتل بيساعد فيه حضرتك مشرفين علميين معانا، بيعملوا دورات تدريبيه لخريجين كليه زراعه او اللي عاوز يعني، في حضرتك في دورات بتعمل في اللاندسكيب او في عمليات التنسيق الاكاديمي عمليات التنسيق الزين في محافظه سوهاج. حضرتك احنا الانتاج بتاعنا بينزل في منفذ الجامعه، منفذ الجامعة ده موجود حضرتك في الجامعة في المقر القديم، وبرضو حضرتك المشتل بيساهم في المحافظة، ساعات بيعمل معارض للزينة سواء في معرض الربيع أو أي مناسبة حضرتك احنا بيطلب مننا بنشترك فيها كمشاركة مجتمعية في المحافظة. نعم باشمهندس، تكلمنا عن التطور المستمر
الذي يتواكب مع تطورات العصر من خلق نقول سلالات جديدة، من إضافة نباتات ما كانتش موجودة في نقول في جامع السوهاج أو موجودة قبل كده، حتى نكون هناك يعني إضافة كل ما هو جديد كل عام، وإطلاع الطلاب وإطلاع الدارسين والباحثين على هذه السلالات وعلى هذه الأصناف. حضرتك موجود في كلية الزراعة في أحدث الصوب اللي ممكن بيشتغل فيها تطعيم أو تعقيل أو زراعة بذرة، واللي هي بناخد النبات اللي هو بينفع في الصعيد، اللي بينفع نستخدمه في محافظات الصعيد. في عندنا من ضمن التطوير برضو عمليات خدمة في النباتات زي نباتات الظل. في نباتات ظل موجودة في الكلية دي يعني يعتبر نادرة، مش موجودة في المحافظة عموما. نعم، النصيحة بتنصح بها أبنائك الطلاب عموما من خريج كلية الزراعة حتى يتم الاستفادة بأقصى ما يمكن من استفادة من هذه المشروعات الموجودة في مزارع نقول كلية الزراعة، حتى أن يكون هناك إعداد جيد لهم في تنفيذ مشروعات خاصة بهم وفي خلق فرص عمل دائمة لهم بعد التخرج. تمام حضرتك، احنا سواء الخريجين الطلبه من طلبه كليه الزراعه او اي حد من خريجي المحافظات الثانيه بيجي حضرتك لو عاوز ياخد دورات تدريبيه الجامعه جامعه سوهاج وكليه الزراعه ما تتاخرش عنه ولا تتوانى في حكايه عمليه الدورات التدريبيه في اللاندسكيب او في عمليات التنسيق الزراعي في الزينه حضرتك. نعم، طيب نقول يعني طموحكم الفترة اللي جاية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة، تتمنوا ايه علشان يكون الموجودة؟ احنا نعلم ان الكثير من الاراضي بيتم اضافتها لمزرعة كلية الزراعة، وبيتم يعني نقول الاستفادة من خبرات كلية الزراعة في الاماكن الاخرى في محافظة السوهاج. احنا حضرتك اي حد بيطلب مننا اي حاجة كاستشارة حضرتك او اي مطالبة سواء رؤية ارض صحراوية او ارض زراعية هل ينفع فيها ابدأ بيها مثلا كنبات زينة الزرع، سواء النباتات الطبية مثلا زي البردقوش زي الريحان النعناع، الحاجات اللي ممكن استفيد بيها واستخدمها واطلع منها منتجات سواء منتجات طبية او منتجات عطرية ممكن استفيد بيها وتستفيد بها المحافظة وتستخدمها في إنتاج منتج طيب يفيد المجتمع السوهاجي. نعم، يمكن استخدام نقول الرشاشات والري بالتنقيط وبالرش بيساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه وأيضا زيادة إنتاجية هذه المساحات الموجودة من الأراضي داخل المزرعة. دينا فكرة عن هذه الاستخدامات لطرق الري الحديثة. طبعا احنا في كلية الزراعة بنستخدم وماشيين مع توجهات الدولة في عملية استخدام ري بالرش زي ما شايف حضرتك في الخلفية، وعملية الري بالتنقيط، الري بالتنقيط بنستخدمها برضو لتوفير المياه، واي حاجة احنا حديثة بنستخدمها يعني تطور مستمر، شغالين متطور مستمر. ده كله بيساهم في ترشيد الاستهلاك طبعا. استهلاك المياه حضرتك. ايوه فهمت. تمام. تمام. طيب احنا في نهاية لقائنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس ياسر العبودي مدير مزرعة الكوام، شكرا جزيلا لحضرتك. شرفتونا حضرتك ونتمنى زيارة تانية ان شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، وكما شاهدتم معنا في استخدام
أحدث الأساليب العلمية في الري وفي الزراعات المختلفة بكلية وبالتحديد بمزارع كلية الزراعة. نشكركم في نهاية هذه الحلقة على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.